مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده في يوم خامس. النهارده بيفوت خمس ايام على خماسيه الزمالك اللي حققها النادي الاهلي يوم الجمعه اللي فاتت، ومحدش يقدر ينكر الحقيقه ان الاسبوع كله كان اسبوع في حاله فرحه، في حاله انبساط، في حاله انسجام. قول زي ما انت عايز تقول لكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن هبدا حلقه النهارده بالرساله دي، انتم كنتم سبب في فرحه وفي سعاده الملايين، مش يوم واحد ومش من مباراه واحده. فرحه استمرت اسبوع، اعتقد انها تستمر لفتره طويله جايه بسبب فوزكم في مباراه، فما بالكم الحقيقه بمشوار طويل جدا وممتد، ودي مسؤوليه كبيره جدا بيحملها كل لاعب لبس او هيلبس تيشرت النادي الاهلي. موفقين باذن الله، ودايما تكونوا مصدر فرحه وسعاده وفخر جماهير النادي الاهلي. النهارده الحقيقه هنتكلم بشكل كبير على المرحله الجايه بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا خلاص بيفصلنا عن 48 ساعه من مواجهه انجولا في المرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم. ويمكن ناس كتير جدا تعتقد انه مشوار الصداره قرب بشكل كبير او نجح المنتخب في حسمه بشكل كبير جدا، نحتاج بس ثلاث نقط من الماتشين الجايين امام انجولا والجابون. لكن انا الحقيقه بختلف مع وجهه النظر دي، وبشوف ان الماتشين دول في منتهى الاهميه لمنتخبنا الوطني لاسباب كتيره جدا هنشرحها مع حضراتكم، وهنتكلم كمان على كيفيه اجراء القرعه الخاصه بالمرحله الثالثه والاخيره من تصفيات كاس العالم، واللي ممكن تاثر بشكل كبير جدا نتائج الماتشين اللي جايين انجولا والجابون، ومن بعدهم كمان بطوله كاس العرب، في وضع مصر وفي فرصه مصر في التاهل لكاس العالم اللي ممكن الحقيقه تنقلنا نقله نوعيه. عشان كده بشوف انه كومبو الماتشين اللي جايين في منتهى الاهميه. ظروف افضل بكتير جدا من ظروف المواجهتين اللي خاضهم المنتخب قدام ليبيا ذهابا وايابا، لانه الحقيقه الفرصه اللي فاتت او المواجهتين اللي فاتوا كان الوقت عامل الوقت ضيق جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. كان موقف مصر في المجموعه الى حد كبير، مش عايز اقول معقد ولكن صعب، لكن الحقيقه الجهاز الفني لمستر كارلوس كيروش بيقود المباراتين في ظروف افضل بكتير. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى ضد المنتخب ان مواجهه انجولا بره ملعبنا، هتتلعب في انجولا في لواندا، وانه انجولا المره دي جايه بكتيبه محترفين ما كانتش موجوده في المباراه الاولى، دي بس ممكن تكون اوجه الصعوبه. لكن كده غير كده اعتقد انه مستر كيروش خد فرصه كبيره جدا في متابعه اللاعبين، خد فرصه كبيره جدا في التعرف على قدرات المنتخب الوطني، خد فرصه كمان كبيره في انه يشتغل مع اللعيبه على الارض، وبالتالي ظروف المباراتين افضل بكتير. اتمنى الحقيقه المنتخب يكون قادر على حسم نتيجة المباراتين لصالحه، لأن ده يفرق مع منتخب مصر في وجوده في تصنيف الفيفا على مستوى منتخبات الأفريقية. مش هطول على حضراتكم، تفاصيل كتيرة جدا هنطرحها ونوضح لحضراتكم الصورة بأكملها في على مدار الحلقة. خلينا نروح لأهم أخبار وعناوين حلقتنا النهاردة، والبداية مع النادي الأهلي ومع كابتن عبد الحفيظ اللي هيسافر هو أمير توفيق للإمارات لبحث ترتيبات معسكر الفريق. بعثة المنتخب في طريقها إلى لواندا بعد أداء التدريب الرئيسي. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لبطولة شمال إفريقيا. وراموس يعود لتدريبات باريس الجماعية. وتشابي قد يعيد ميسي إلى برشلونة. راشفورد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.